إن شاء الله راح نتكلم في هذا الدرس عن المراهقة المبكرة والتغير النفسي والاجتماعي. طبعا يبدأ الانضمام الطفل إلى جماعات والمشاركة، وأيضا تزيد الأحلام اليقظة والتخوف من المجهول عند الطفل. أيضا قد يقارن الطفل أعضاءه بأعضاء أندادة، قد يصيبها الاكتئاب والفضول بهذا المستوى، وهي هذه النقطة مهمة جدا في مقارنة أعضاءه بأعضاء أندادة، وقد يصيبها أيضا نوع من أنواع الاضطرابات النفسية والعقلية. أتمنى أنكم استفدتم من هذه النقطة المهمة، وأي شخص عنده نقاط مهمة يقدر يشاركني فيها في هذا الموضوع أتمنى يكتبها في الكومنت. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد بن سعود الحليبي.